الفيديوهات اللي كنحط في لاشين. اليوم غادي عندي واحد صديقه اللي عزيزه عليا بزاف, نانا بوزيتيف لايف شانيل. غير كنا دايرين انا غنتلاقاو نفطروا اونصومبل, لي زوينين وكما قلت لكم هي اكتيف عليا ماشي بحالي, دونك غادا تستافدوا منها اكثر. واليوم كانت مني جات عندي كنا كنهضروا وهي تقول واحد اليوم نقولوا جديه ما فهمتش فيه والو, بقات كتضحك عليا وهي تقول لي عرفتي شنو شنو بان لي كنديروا واحد لا فيديو يكون ضحك شويه نخرجوا من هذه الموجه ديال الامراض وهذه الفيروسات ديال دابا, نفوجوا عليكم شويه انتما معانا. وما كرهتش انتما اللي عرفتوا هذا الريموت كتبوا لي لتحت في لي كومونتير, انا غنحاول نخدم الذكاء ديالي باش نتغلب عليها. خليكم معايا باش نشوفوا شكون اللي غادي يقدموا, ولكن غنبدا لها بداك الشيء ساهل وانا كنطلع في الريتو. واخا الزروديه قناري واه وهذه زعما الصراحه سهله, كتبوا في لي كومونتير شنو هي الزروديه. عارفاها ولكن ما عقلتش الزروديه. الزروديه والله الا عارفاها الزروديه ما عقلتش ما عقلت. ويلي خدمي صاحبتي عرفتي البنات حنا ما وجدنا والو زعما الناس قسما بالله ما وجدين شي حاجه ما عارفه شنو غتسولني, قلنا يجي داكشي سبونطاني ما عارفه. الزروديه انا عارفه ولكن نسيت من الخضر. الزروديه لا ما عارفاش خضر, لا تسحب لي شي حاجه من الخضر. من الخضر لا ما عرفتش شنو هي. خيز لا ما عرفتش الزروديه هي خيز. كيقولوا لي عطا نجاوب حنا كنقولوا خيز. وكان غير سولتيني والله ما عرفت هذه اللي قلت جعده. كان عليك تخليها كان عليك تخليها. الناس ديال الشمال كيقولوا الجعده حنا كنقولوا خيز. انا الجعده جامي سمعتها اول مره غنسمعها زعما في الشرق الزروديه. لو كان قالتها معقله لا هنا في كازا كيقولوا خيزو حنا كنقولوا الزروديه. يلا ندورو لا صاحبتي معايا ويلي ساهل. شوفي غير معرفوش شوفي البيتراف شنو علاش كتهضري دابا تهضري على الخضر ولا نورمالمون البيتراف حنا سمعتي عاليه عليك البيتراف شي حاجه الا سمعتيها ما يمكنش ما تعرفيهاش وغنسهلها تخيل البنت ما عرفاتش حتى البيتراف راه سي غاف هاد البنت. نتوما عرفتوه حتى انا ما عرفتوش ما عمرني سمعتها شنو هي البيتراف. شوفي غتفكري بالفرونسي لو مو قريب تقريبا من الخضر. لا ما يمكنش تي راه على هاد الحساب راه ديت لك بزاف. لا ما تعبيش معايا عطيني شويه على هاد الحساب راك ما غتجاوبي والو. والله ما عرفتش البيتراف صاحبتي ملي معروف باربا لا بيتراف فهمتي قلت لك راه اليوم قريب من فرنسا ما عرفتش الفرنسا لا بغيتي تشويني كتبوا لي في لي كومونتير واش نتوما جاوبتوا ولا لا. انا ما نويتهاش ما تجاوبليش على هاد ليمون ما عرفتش مالي شو هاد الا ما جاوبتي والو كي غندير دابا مشكل انا ما وجدتش كلشي وجدتي انا ما وجدتش نسيت ما كنقول لك غير ليمون والله يسلمك نسيت دابا لو تخوازيام تبارك الله عليها كدير اتاي زوين صحه وراحه ولكن احسن اتاي شربته تحيه لهبه شانيل كدير اتاي غزال عجبني صراحه عندها اتاي الاعشاب لا ديالك زوين خاصو غير انا غير اتاي انا ما نديرش انا غير اتاي كندير غير اتاي خرجنا على الموضوع المهم الو غنقول لك رقبي رقبي هي طلي وقيله برافو عرفتها لاتي برافو برافو انا برافو انا رقبي الوغ نقطعو تتوجدي ولا لا رقدي رقدي نعسي عارفاها برافو برافو انا سهله الوغ سمع نقول لك عاوتاني مغندف 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 جاتني غليظه بحال مخنزر مغندف مغندف بحال مخنزر بحال كاعي مخنزر قربتي معصب مغندفه كنقولوا حنا سيرتو الناس ديال تاوليرت ها مغندفه جاتني بحال مخنزر لا بحال اكثر من حشومي شي واحد ماشي اكثر من حشومي فهمتي الو يا ربي طيح لي لي مو دغيا شنو اخر القجر القجر شنو هي ديال المجر المجر برافو انا انا جاتني القجر على وزن المجر قوقاو 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 ماشي الكوكاو هي الكوكاو واو برافو غلبتك علاش دابا بحال كتبدلوا غير الحروف ايوا كتبقى غير اللهجه كل واحد لحد الان ملي كنبغي نشري القوقاو كتجيني صعيبه نقول له عطيني قوقاو عطيني كاو غيقولوا لك غير ما كتعرفيش تنطقي الكا بحال داك يقولوا او او الباغيت باغيت هو الباريزيان برافو كنعرفو فرونسي باغيت فرونسي اوكي شنو اخر فكروني البنات فكروني الا نسيت شي حاجه في لي كومونتير لي مو ديالنا شنو غنقول لك يا ربي غريلو غريلو
كريل شنو هذه اكله ولا ولا خضره حشرات حشرات كريل سرق الزيت سرق الزيت برافو انا ما عمرني سمعتها ولكن غير ملي قالت حشرات اول حاجه فكرت فيها هي سرق كريلو كتعرفوا كريلو شنو كريلو شنو كنحبش كريلو انا بلعي هي سرطه يمكن لا بلعي سدي بحال بلعي البال برافو انا برافو ما سمعت هذه وعتقلها عند الخليجيين ماشي حاجه ما عرفتش المهم فهمتها بلعي البال هي ملي كتقال في السياق ديال الكلمه كتفهميها ماشي بحال كيتقال لك غير هكا غير لومو بوحدو كنقدروا ما نربطوش للبال كنتفكر نقطعوا باش نزيد نتفكر دي مخرج نجي لا 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 غير سولي لكن حيت نقدروا يجي الفيديو طويل بزاف لا باش ما نحبسكش باش نبقى نعطيك عشي راه غنضربو لا ما غنحبسكش يعني غير سوليني صدق جات الفيديو طويله راه غنحبسو جات الفيديو باقي عندنا فين نزيدو نزيد كلمات اخرين سينو غيكون جزء ثاني نزيدو فيه كلمات اخرين بصح هاد لا بروشين فوا نبحثو اكثر بس ما غاديش ما نسولكش ما في الصراحه ما مجداش كيف ما قلت لك قبيله ولكن ما غاديش نسولك ما نعطيكش كلمات زعما كازاويه حيت انت عايشه في كازا تكوني عارفاها ياك غادي نعطيك شي حاجات اخرين نعطيك شي كلمات فاسيه اللي انا حتى كنت كنستغرب منهم دابا وليت كنقولهم حيت راجلي فاسي وغادي نعطيك شي كلمات شماليه داك ما عرفاش بزاف شويه هكا وشويه هكا المهم اول حاجه غنبدا بها هي بودارع شنو هي بودارع هادي كيقولوها فاسه انا كانت عندي واحد الصديقه فاسيه داكشي علاش لا امي لا بيناتنا حنا بيناتنا لا هاد ليمو لا بلاش اخلي زعما ما غاديش بغي يغشك بغي يقول لي مسكين ما عندي بغي يغشك كاين لا ما تقولهاش لنا حنا بوحدنا ما تقولهاش كاين في خوي كاين بلا كاين في ليف خوي بودارع صافي امين اغيت صافي ما تقولش لا والو بودارع شنو اسمها بودارع ما عرفتش صراحه كنت كنعرفها ولكن ما بقيتش عاقله هي سرق الزيت هي كريلو كريلو هي كريلو لو دوزيامو هذا كيقولوه الناس الشمالي المهم انا سمعته في طنجه الناس ديال الشمال وقال كلها كيقولوا ترامبيه هذاك اللي كيلعبوا به الزربوط هو اللي الزربوط نتوما لا شنو هو الترامبي الترامبي هذا شي حاجه شنو هي هو اللي قلتها لك ماشي الزربوط عرفتي لا ماشي الزربوط ماشي الزربوط ولكن غير كان غير جواب واحد يلا قربي ما نقربك وانا قبيله بقيت نقول الترامبيه كنت نقول الترامبيه الترامبيه غاده ترامبيه جاي كيفاش ما عرفتيش هي الطوبيس لوبيس والله كيقولوا ترامبيه والله الا يسحب لي داك اللي كي ما عرفتش علاش سحب لي هذا الترامبيه طوبيس جامي سمعتها لا بغيت ديال الشمال غير اصلا ما عمرني تصاحبت مع شي شماليه ولا باش ناخذ منها كلمات تحيه للناس ديال الشمال تحيه للناس ديال الشمال الناس ديال وجده الناس باش تعرفوا حنا مغرب واحد المغرب كامل مغرب واحد ولكن شوفوا اختلاف اللهجات اللي كاينين تحيه للمغاربه كاملين المهم هو التواصل وكيف في السياق كما قلت لك السياق ديال الكلمه كنفهموا كل شيء واه السياق المغاربه معروف عليهم ذكية و شنو نقول لك دابا ندوز شحال زيد قولي لي الغطار هذا واحد الكلمه غزيه الغطار عرفتها شنو يا اما الطنجره يا اما الغطا اللي كنغطيها الطنجره كوكوت لا اختي وقلتي ثلاثه الاحتمالات فهاد لي زونفيرون متاكد لي زونفيرون ديال هذا ديال الغطا باش نختار لا تبصيل وقلت اربع المرات هو التبصيل حنا كنقولوا التبصيل وما كيقولوا الختار وحنا في وجده كنقولوا التبصيل ماشي التبصيل وهنا كيقولوا في كازا التبصيل حنا داك اللام ما كنزيدوه حنا التبصيل واللاطا حنا تنقولوا اللاطا ديال الفران هما تيقولوا الطاوة طاوة ولا التبصيل هذاك الطاوة حنا كنقولوا الصينية ديال الفران الصينية حنا الصينية عندنا هي الصينية ديال اتاي هذيك حنا صينية والاخرى كنقولها الطاوة ولا شنو اخر الطاوة ولا اللاطا ديال الفران كنقولوا الطاوة ديال الفران اللاطا ديال الفران لامبا 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 عارفة كيقولها الشمالية حنا كنقولوا لامبا هنا شنو بولا البولا حنا كنقولوا اللامبا داكشي علاش عرفتها الشليه لا جامي سمعتها الشليه قربي لي شويه لا امي ما تقولش ليها شنو هي الشليه ما عمرني سمعتها هي الكرسي كيقولوا الناس سبحان الله كنا وقت الرابعه هادي هاد على الخامسه المهم علينا الوزغه هذه كلمه فاسيه
زغبة. لا مزغة. ما زرمومة. زرمومية احنا كنقولوا اللي كتمشي في الحيط. يا هادي يا هادي هادي وزغة كيقولوها فاس، وزرمومي زرمومة وقرر الزرمومي كيقولوها في الشمال. احنا كنقولوا الزرمومية. لا احنا كنقولوا لها هنا في كازا نقول بوبريس. عرفت معايا كنسمع بوبريس، ولكن هي الزرمومية هذيك اللي كتمشي مع الحيط. انا قلت نفسها. ولكن شنو قلتي لي في فاسة؟ كيقولوا وزغة. جامي سمعتها. بوبريس سمعها في كازا. يمكن فيها انواع ولكن هما تيقولوا الوزغة. حنا كنقولوا بوبريس كلشي. حنا كنقولوا الزرمومية. يعني قريبة. شنو هو؟ صافي ما عرفتش. ما حسبناش واش غلبتيني ولا غلبتك. انا جوج اللي ما عرفتهمش. لا ما بيناش سمحي لي. جوج اللي ما تسكر عليا نسالي غلط. بون انا جوج الاولى اللي ما عرفتهمش. اما دوك الاخرين ايوا انا صافي انت عطيتيني وقيله اكثر منك نزيد نعطيك انا. عطيني زلابيه. زلابيه زلابيه هي ديك الحلوه. الحلوه كتكون ديك انا ديما كنشوفها. نتوما هنا كتقول لا ماشي حنا. لا كنشوف ديك الحلوه كتخرج من البوق كيقولها زلابيه. ولكن حنا ماشي هذيك زلابيه حاجه اخرى. زلافه. لا قريبه من هذيك. طمشه. جباله. سلبيه. قريبه من هذيك اللي كنتي حلوه. خرينغو. خرينغو عرفتي شنو هو هذاك شنو كيقولوا لي خرينغو. انا حتى نكمل ونقول لك تشورو ولا شنو كيقولوا لي. حنا ما كنقولوش تشورو. حنا هذاك تشورو ما عرفتش اش كنسميوه تما. حنا خرينغو هو البغرير. كنقولوا البغرير. خرينغو كنقولوا البغرير. شنو هي اللي قلتي زلابيه. زلابيه من الماكله. من الحلويات. شي شبكيه. شبكيه. برافو انا. برافو. زلابيه غتكون بحال لوطو. حتى هي حلوه. ماشي حلوه لوطو. ما عرفتش والله. ما عرفتش والله. ما عرفتش لوطو اغنيه. لوطو علاش ضحكتي؟ لوطو شنو هي؟ فهميني. لوطو انا شنو هي لوطو؟ هي الطوموبيل. لا لا لوطو زعما لوطوموبيل. لوطو كنقولوا لوطو. لوطو وي لوطو. ما عرفتهاش. زيدي الو نزيدو كلمات اخرى. اللي تفكر شي كلمه يكتبها في لي كومونتير سواء كنتو في فاسه ولا شمال ولا من اي جهه في المغرب. اللي بغيت انا نقول من هاد لا فيديو حنا دابا غير ضاحكين، ولكن واحد الملاحظه عندي ان بصح ديما هذه كنقولها بيني وبين راسي. بحال دابا الناس ديال فاس ولا ديال الشام كيقولوا لنا علاش كتقولوا قلتي؟ خاص تقول قلتي. وحنا حتى حنا كنقولوا شي حاجه علاش نتوما قلتوا ليها؟ ولكن نورمالمون لا. اللي في شي مدينه راه كيمشي عليه هذيك بحال في الدول. الهضره اصلا الهضره مجرد يعني معيار للتواصل. يعني سكيما ليسونسييل تفهمني. ما نبقاوش نكريتيكيو على بعضياتنا. حنا كلنا مغاربه. ما تسولني علاش شنو كتعني شنو كنقولوا. ناخذوا بحال هكا بالضحك بالاستفاده، ولكن ماشي كنبقاو نعيبوا على بعضياتنا. ما كتعجبنيش انا هذه القضيه. بحال دابا ولدي انايا راجلي فاسي، ولدي كيمشي ليكول كلشي كيقول كاع. ملي كنمشي عند العائله ديال راجلي كيقول لي علاش لا خصو يقول قلتي. كنقول لهم هما الا قال قلتي في ليكول غيضحكوا عليه. حتى يقولوا لي علاش غيبان بحال بيزار وسط من هذيك المجموعه. يعني كل واحد كيتماشى على زعما شنو. حتى حنا كنقولوا قلتي ما كنقولوش قلتي في وجه بحال بحال. حنا ما كنعيبوش. حنا اصلا حرشين حرشين في الهضره ديالنا. داكشي علاش كيقول لك وجدا عندهم غير كود كود. هضرتنا ما فيهاش داك ما فيهاش داك لو موفمون. نقول لك بحال التحلوين وما فيهاش داك النقاش. نيشان نيشان. ولكن تحيه للناس وجدا وتاوريرت سيرتو تاوريرت. تحيه لكم مبراكنا في كيك نوادر ريافه كلشي. صراحه انا كيعجبني المغرب كامل. انا اي لهجه كتعجبني. طونكو كنفهمها راه غتعجبني. خصني غير كنمشي شي بلاصه كنبغي نعرف غير هي كنختار ليمو اللي كيجي معايا. بحال انا ملي جيت سكنت في كازا بزاف ديال ليمو ما دخلوش ليا للدماغ. ما نقدرش نقولهم. من بينهم بركي. يعني بركي جلسي جلسي. حنا بركي كتقال للجمل. كتقال لي زانيمو. كتقال البهايم. يعني بحال ملي كنجي نطقها كتجيني سي ديفيسيل عليا نطقها. شي حوايج ما غيدخلوش. كيقولوا جلسي كلشي. ما تربيتي فواحد المنطقه وتربيتي فواحد لونتوراج وكبرتي على شي حوايج ما يمكنش تشونجيهم في راسك. شي حوايج بدلتهم. بحال مثلا ما كنقولوش عطيني باغيتا. كنقول عطيني باريزيانا لان اصلا ما غيفهمنيش. صافي. فاش كيقولوا الباغيت حنا كنقولوا الباغيت. انا ولدي منين مشينا كنا في تاوريرت مشى يجيب باريزيانا
كتعطيني باريزيان انا ما عرفهاش. حنا كنقولنا باريزيان كاين اللي كيقول لكم دابا كازا شنو المشكل كازا مخلطه وجامعه جامعه الناس د كازا وديال التوريل وديال وجده وديال الشرق والغرب يعني كتلقاي في وحده كيقولوها بزاف الكلمات بحال دابا كيقول لكم الباغيت الباريزيان اكثر هي باريزيان ولا كومير. كون عجباتكم تكونوا ضحكتوا معنا شويه بدلنا هذه الاجواء ديال المرض وهذا الشيء اللي كاين دابا. وبغيت نقول لكم بسلامه حتى الفيديو جاي ان شاء الله وماكرهتكمش كاملين تدخلوا عند قناه ديال نانا بوزيتيف لايف شانل غتعجبكم بزاف بزاف وبسلامه.